نصيف الورد من أكثر يعني هيك الأشياء اللي بتنهدى بعيد الحب. بنعرف نحن لكل لون له رمز معين أو تعبير معين. رح أحمل وردة وبلش بالزهر اللي بيقهر قهر وقدم لك. سمي لي لمين بتهدي هيدا الوردة؟ تسماية مع اسم؟ نعم. مش أشخاص يعني؟ ايه مش قلك انه مثلا كون هيك جريء يعني. لأختي نانسي لأنه بتحب اللون الزهري بيقهرها قهر. ايه مو بيقهرها لا لأنه بتحب البينك يعني. اوكي. الوردة البيضة تعني النقاء والصفاء والطهارة والعفاف والأمي أمي وهي هديتها لأنظف شخص بحياتك. الأحمر وهي للحبيبة. أوكي هيك دغري مرقة للحبيبة. الأصفر هو الغيرة بتغار أنت بتغار من بغار بغار إيه بغار بغار من النجاح. بقول لك بغار مثلا قلت لك من الشباب بيكتبوا شعر انا ما بكتب ما بعرف ما عندي الملكه. هي الغيره هي نوع الغيره. ما في غيره هيك شوي انه ان شاء الله يموت طب يموت واخلص منه مش لهالدرجه. غيره بتقهر. فنان عمل غنيه احلى من غنيتك اكيد. فنان اخذ حفله انت ما اخذتها. لا الاغاني انا بتضايق اكثر الاغاني بقول لا هي لو اخذتها قبل مثلاً. فنان اخذ لك غنيتك صارت؟ لا ما صارت بس انه في اغاني بالسوق كتير مثلا كنت بتمنى. شو هي الغنية أكثر غنية قلت أخ لو إلي؟ من الأغاني الحلوين كتير ما صرت بقول بتمنى تكون لإلي. إنه غنية هيدا أوف لو مثلا تفركشنا فيها مثلا. شو هي؟ قبل غيرنا. سمي لنا. شو كنت حابب تتفركش؟ ضحكتك فيها كهربا. فبدي حبيبي بالبنت العري مثلا. من لقيت الطبطبة. من الأغاني اللي ايه في كثير لسه طويله هلا مش حاضرني بس انه الاغاني الواضحين واضحين الناجحين. هيدي لمين بهديه ما عرفنا لهلا. لمين؟ صفرة. صفرة الغيره لحسين الجسمي بحب نجاحه مش وبغار من صوته. غيره ايجابيه بتغار من صوته. صوته كثير حلو كثير صح. تحية لحسين الجسمي أكيد تسلم عليه بغار بمحبة والله العظيم. مش هيدي وردة سوداء لالي مثل بدلتك السوداء لالي للقلوب السوداء. أنا بعرف عندي ماضي ونقط سوداء ما بتنفع. خلص لمين هديتها؟ لالي خليها لالي لأنه عندك بمحلات هيك نقط سوداء؟ إيش؟ أكثر نقطة سوداء بحياتك نصيف في أغلاط تحاسب حالك عليها. في أغلاط كتير بتمر بحياة الإنسان. هلأ أنت عم بحصرها بموقف معين بس أنه في نقاط سوداء أنا مثلا بتعلم فيني. بقول لك أنه أيام بكون بيروح هذا الوش الطيب كله بيخلق غير إنسان بساعات معينة كان مع الأقرباء أو مع اللي بيشتغل معهم بيتفاجئوا. ليه هيدا الوش بيروح وشو اللي يعني اي وش بيلبس نصيف لما ايام بيطلع مني شخص ما انا ما بحبه يعني العصبي جدا الثائر جدا على كل القيود اللي تكون مقيديته ايام. لوين بتوصل عصبيتك؟ اني بجرح اللي حوالي كلهم بالكلام وش جارح. ايه تعتذر بس تجرح؟ ايه اكيد سهل تعتذر. ايه أنا تعتذر من الحبيبه. انا بعتذر من الكل لك. أنا غلطان مع أهلي مع إخواتي مع أمي مع اللي بيشتغل معهم. هيدي حلاوة اللي حوالي لأنه بيعرفوا مين أنا بيعرفوا أنه بس يروق بشو أيام هن بيكونوا غلطانين طبي ما حدا منزه بس أنه عم بحكي عن حالي. ما بتجرب تروض هيدا الغضب اللي بينتابك؟ ما بينتابني كتير طبي. أنا مش عايش أنه بركان ثائر لا بس أنه أقول لك لأنه عندي في بارت أسود. كلنا عنا جانب أسود وجانب أبيض. والليلة بحييك أنا على هالصراحة